بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نحن معكم أيها المستمعون مع قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. في هذه الآيات الكريمات إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وذلك بأمرين. الأمر الأول أنه كالأنبياء من قبله أوحى الله إليه كما أوحى إلى الأنبياء من قبله، فهو رسول من عند الله عز وجل، كما أن من قبله كانوا أنبياء بالوحي، فهو نبي بالوحي من الله، فهو ليس بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام. فكيف يستغربون نبوته وينكرونها، ولا يستغربون نبوة من قبله، مع أن المجرى واحد، كلهم يوحي إليهم الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني مما يثبت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهادة الملائكة، شهادة الله جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. هذا هو الأمر الثاني، شهادة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقد شهد الله له بالرسالة: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. الأمر الثالث شهادة الملائكة، والملائكة يشهدون. ثم قال: وكفى بالله شهيدا. ولكن كلما كثرت الأدلة كان ذلك أقوى، وإلا فشهادة الله جل وعلا لنبيه بالرسالة كافية في إثباتها وأنها حق. قد تضافرت الأدلة والبراهين على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لاعتراض اليهود ومن كفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعترض على رسالته ويكذبها فليكذب جميع الرسل، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي ببدع من القول، وإنما هو كإخوانه من النبيين عليهم الصلاة والسلام. هذا مجمل ما تدل عليه هذه الآيات. أما قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه إثبات أن الله أوحى إليه، والوحي
هو الإعلام بخفاء، وقد يكون الوحي من الله جل وعلا إلى نبيه بالنفث في الروع من غير واسطة، وقد يكون بواسطة الملك الذي يرسله الله بوحيه إلى نبي من أنبيائه، كما قال تعالى: وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية ويؤكد أنه قد أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نوح وهو أول المرسلين عليه الصلاة والسلام، فإن نوحا هو أول الرسل لما حدث الشرك في الأرض، وإن كان قبله أنبياء، ولكن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، لأن هناك أنبياء وهناك رسل، فرق بين النبي والرسول. فنوح وكل رسول فإنه نبي، وليس كل نبي يكون رسولا، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وعبدوهم من دون الله عز وجل، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى دين الله عز وجل، ثم قال: والنبيين من بعده، أي وكما أوحينا إلى النبيين من بعده. هذا على وجه العموم، فالله أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين على وجه العموم، ثم خص منهم هؤلاء الرسل، أو أولهم نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، أي وكما أوحينا إلى النبيين من بعد نوح عليه السلام، وهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، منهم من قصه الله وسماه باسمه، ومنهم من لم يقصصه، كما قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بالجميع، من قصه الله علينا ومن لم يقصه علينا. ثم قال: وأوحينا إلى إبراهيم، كما أنه أوحى إلى نوح وأوحى إلى النبيين، أوحى إلى هؤلاء الرسل خصوصا، وهم نوح وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء وأبي الأنبياء. أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا ذكر أولا الأنبياء ذكرا مجملا، ثم فصل بذكر هؤلاء المخصوصين تشريفا لهم وتنويها بشأنهم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.